أن سبب فقد العلم هو موت العلماء، وقد مرت بنا أحاديث في هذا تدل على أن بموتهم يفتقد العلم. وكما قلنا لكم إن الحكم قد لا ينحصر وجوده في سبب واحد بل في أسباب متعددة، فإن فقد العلم قد لا يكون موت العلماء فحسب، بل قد يكون في التفريط في طلبه، فإن العلماء في هذا العصر موجودون، ولكن العلم يكاد أن يكون مفقودا في كثير من مجتمعات الأمة، والسبب أن هناك قلة وضعفا في طلب العلم.